قال إن الشيطان يبلغ من ابن آدم بلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. ماذا يعني هذا؟ يعني يا إخواني أن الإنسان القدوة، أي تصرف يصرب منه محل لقد لابد أن يفسر. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان معتكفا في رمضان، كان معتكفا في رمضان في المسجد النبوي، فكان في أحيانا نساؤه يأتينا في المعتكف يتحدثنا معه، وأحيانا يمشطن شعره أيضا. قالوا لهم هذا ما في شيء في الاعتكاف، ما يمنع الاعتكاف، فيأتون يتحدثون. ثم إحدى الليالي جاءت صفية زوجته بنت حيي فتحدثت معه، فلما كان الظلام طبعا فذهبت إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يوصلها بيتها، خرج من المسجد يعني. فقام معك يوم تقول الرواية، فقامت تنقلب يعني ترجع، انقلبوا يعني يرجعوا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني يرجعها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلام شوي، والرسول مع امرأة ما يدري وش المرأة هذه. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، لا يجي في بالكم شيء، ترى هذه صفية زوجتي. لا طبعا قال سبحان الله وكبر عليهما يعني لسه ما حسدهما. فقال إن الشيطان يبلغ من ابن آدم من بلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. ماذا يعني هذا؟ يعني يا إخواني أن الإنسان القدوة، أي تصرف يصرب منه محل لقد لابد أن يفسر. أنت مع أولادك يصرب منك شيء، أحيانا يشوفك على يظنوا أنه تصرف غلط أو أنه على غير ما قلت أو على غير ما نصحتهم، وضح قل لا ترى كذا كذا، حتى ما فعل لا يكون لأن لأن التأثير النفسي صعب، والجرح أو هز القدوة صعب. فعليك أن يعني تكون حساس، إن كنت معلما، إن كنت مسؤولا مديرا رئيس شركة، أم كذلك إذا كانت في بيتها ولا مع مسؤولة أو كذا إلى آخره. فإذا في قضية صفية رضي الله عنها، قال العلماء وهذا القدوة يعني يقول ابن حجر حفظه رحمه الله، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والمبادرة بالاعتذار، وهذا هو الذي ينبغي يعني. وترى يا إخواني الاعتذار شجاعة، الاعتذار شجاعة، لا تظن ضعف، شجاعة جدا وقوة وخلق ونبل أن تعتذر إذا أخطأت أو إذا صدر منك سلوك أحيانا قد يفسر على غير ما أردته. هذا ترى من النبل ومن القوة ومن الخلق، وأيضا مصلحته لك، تبقى أنت مستريح، لأنك لو سكت أو ستبقى قلقا قد يكون طول الدهر، لكن إذا وضحت يعني أنت المستفيد الأول. وابن دقيق العيد يقول وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن إلى آخره.